استاذ حسن، عايزين نسمع انا والعذاب وهواك كما يغنيها عبد الوهاب. انا هقول لك بالظبط يعني الاستاذ عبد الوهاب اول ما لحن انا والعذاب وهواك الحنة زي انا والعذاب وهواك، انا والعذاب وهواك، انا والعذاب وهواك، عشان بعدينا اخد لو فرضنا ان فريد الاطرش حب يلحن الاغنيه دي يقولها ازاي؟ لو كان بقى الاستاذ فريد الاطرش وهو بيلحن طب لو فرضنا ان الاستاذ صنباطي لحن الاغنية دي وينها ازاي؟ دلوقتي بقى نسمع الشيخ زكريا احمد اذا حد يلحن الاغنيه دي يعملها ازاي؟ ودلوقتي بقى الاستاذ محمد فوزي يلحنها ازاي؟ فايز يا منير، لو فرضنا ان عبد الوهاب لحن الاغنية دي من 20 سنة كان يلحنها ازاي؟